اهلا بيكم يا رزيعة في حلقة جديدة وانترفيو جديد مع نجم عالمي. خلاص ما بقيتش اقعد غير مع نجوم الكورة العالميين. فبعد لقائنا مع لويس سواريز الاسابيع اللي فاتت، ارجع شوف الانترفيو لو فاتك هذا الحديث العالمي دلوقتي قدامك على الشاشة. فاليوم ايضا ريكسونا الراعي الرسمي للبرنامج محضر لنا نجم كبير، هو مش كبير سنا ولكن كبير جدا شأنا في عالم كرة القدم، فواحد من ابرز مواهب العالم وممكن يكون نجم حاصل على جوائز عالمية وبطولات عالمية خلال السنين اللي جاية. لحقنا من النهاردة ان احنا نتكلم معاه شويتين. فالان سوفاتي النهاردة جاي يرزع معانا في اشياء كتيرة جدا، اولها لازم اسأله على اول ماتش ليه واول هدف ليه في هذا السن الصغير والاحتفالة الشهيرة لما ما صدقش نفسه بعد هذا الهدف. واكيد هسأله ارزيع على الناس اللي عايزة تلعب كورة في يوم من الايام وبتحلم تطلع في هذا السن الصغير، عملت ايه يا فاتي عشان نتعلم منك. وطبعا كان لازم نحط كده حتة مكر في النص ونسأله عن البطولة اللي نفسه يحققها الاولى في حياته والاهم، هل هي تكون دوري اسباني، هل تكون هي تشامبيونز ليج، او ممكن تكون كاس عالم مع المنتخب الاسباني. فعملوا لايك رزيع على الحلقة العالمية الفريدة من نوعها دي، ولسه المفاجآت جاية اكتر، وانت كمان ممكن تكسب زي التلات رزيع اللي كسبوا دلوقتي وزمانهم بيتكلموا قبلي مع انسو فاتي. افتح تنبيهاتك وخليك جاهز وتابعنا على الفيسبوك وإنستجرام عشان تعرف كل ما خلف الكواليس. ويلا نروح للأنسو فاتي. هلا أنسو. هلا عبد. كم استاس؟ مويا انتو؟ مويا تمام. أنا كده معكو. مش قوله في الأول إن أنا مبسوط أكيد إن أنا بتكلم معاه النهاردة. Vale. Ahora dice que está muy contento con hablar con usted hoy y para él es un honor. ¿Cómo? Dice بقولك بقولك مبروك بأنك كسبت يعني أو أنت ال VIP. أنا مبسوط النهاردة بيك. في الاول عايز اسالك على اول ماتش بتشارك فيه، موهبه صغيره جدا في عالم كره القدم بتخش وبتسجل، بيبان في لعبك انك شجاع جدا، ايه احساسك بعد اول هدف في اول مسيره ليك؟ vale Marlon está preguntando cómo te sientes ya al marcar tu primer gol en tu primera participación en el campo de fútbol. Bueno, fue el segundo partido de liga, no fue el del debut, fue la semana siguiente. Es una sensación única que uno siempre sueña y la verdad que ese día no me lo creía y hasta tapé los ojos porque pensaba que estaba soñando. طيب عايز اقول له ان شباب الاطفال اللي عايزه تبتدي كوره كلها شايفاه بالنسبه لهم حلم كبير جدا ومثل اعلى، تنصح ايه شباب الوطن العربي اللي عايزه تبقى زيك واللي عايزه تبقى في يوم بتحقق حلم اللي انت عملته ده؟ vale pues Marwan dice que ahora para los jóvenes árabes o los jóvenes en el Medio Oriente es un ejemplo a seguir, un sueño, pues ¿qué aconsejas o cómo aconsejas a los jóvenes que quieren empezar su carrera en el fútbol? ¿Qué tienen que hacer para llegar a su gol o llegar a su meta? Sobre todo creer en uno mismo, seguir trabajando y intentar mejorar cada día, escuchar a tus padres, a tus entrenadores que son los que te van a ayudar y te van a dar consejos para llegar lo más alto. طيب عايز اسالك على اصحابك في برشلونه، مين اكتر واحد بتعتبره من صحابك، وعلاقتك بميسي يكونوا افضل لاعب في العالم بتعتبره ازاي ان هو رول موديل بالنسبه لك، خدت منه ايه؟ vale pues te pregunta Marwan cómo es tu relación con los otros veteranos en el campo o en los partidos y qué beneficios o qué moral que has ganado de ellos. Nos ayuda muchísimo, sobre todo a todos los jóvenes a la hora de estar concentrado, no intentar, por ejemplo, perder ningún balón. Y bueno, ellos tienen esa experiencia de estar ya muchos años jugando y la verdad que si Leo te da un consejo, Busquets, Gerard Piqué, pues se te mete en la cabeza y es como te da un impulso para el partido y para seguir. طيب بما انك واحد من افضل مواهب كرة القدم في العالم، شايف مين جنبك من الاندية التانية لعيبة بتمثل نفس الاهمية كده؟ vale ya es otra pregunta de Marwan, dice que ahora como tú eres uno de los talentos más importantes ya en Barcelona o en el mundo, pues en otros equipos, ¿usted ves otros talentos como tú pero en otros equipos jóvenes? Sí. También sí, ahora hay muchísimos, hay muchísimos, Sancho,
Haaland, hay muchísimo, Pedri en el Barça, ahora mismo también Ilaix, que acaba de debutar hace nada. La verdad que ahora hay muchísimos que pueden, si las lesiones respetan, pues pueden ser grandes jugadores en el futuro. هسألك سؤال، لو نفسك تكسب أول جايزة ليك تبقى الدوري الإسباني ولا تشامبيونز ليج ولا كأس عالم مع إسبانيا؟ Vale, si tú quieres ya obtener tu primer título, ¿cuál es? ¿La Liga Española, la Copa del Mundo o el Champions League? Todo a la vez. Todo, todo. No, no, one. كله مرة واحدة. Pick one. Solo una. Champion, Solo una. champions. Champions Champions League. League is my dream. وأكتر فريق نفسك تسجل فيه هدف في الكلاسيكو ولا إيه؟ يعني كلاسيكو عايز تبقى من Vale, أكتر هدافين كلاسيكو؟ dice que quieres ser el goleador del clásico o en otras partes. En general, en todos los partidos. Al final, clásico se juega una vez al año y es mejor meter más goles durante toda la temporada. اوكي، انا بشكره جدا على القعده الجميله دي وبتمنى له كل التوفيق في الفيوتشر. Vale, te da muchas las gracias y te desea toda la buena suerte en el futuro y en lo que haces después. Muchas Gracias. gracias. Muchas A él gracias. también. Igual. Un Gracias, honor. Marwan. Gracias. Chao. باي. يا رب يا رزيع يكون عجبكم هذا اللقاء الممتع. انا شخصيا استمتعت جدا بشخصيته، شاب جميل لطيف جدا، كان نفسي الحوار يطول. الراجل قعد معانا حبه حلوين، جاوبنا على كل حاجه. بشكر جدا ريكسونا مره تانية الراعي الرسمي للبرنامج اللي قعدنا مع انسو فاتي النهارده، ومنتظرين كمان الفتره اللي جايه جوائز اكتر ومقابلات اكتر. يلا رزيع وصلنا الحلقه دي ل 50,000 لايك. عشان ايه يا حازم؟ وصلوا الحلقة دي ل 50,000 لايك يا رزيع عشان نكرر التجربة دي مرة تانية. وكفاية رزع قوي لحد كده. طب استاذ قول له ان احنا فخورين ان جمهور الوطن العربي كله كان مستنيك ان انت اول مرة تتكلم في بلاتفورم زي ده. Que comencé mis inicios nunca me imaginé llegar a esa cifra y creo que en todos los países que he jugado he disfrutado cada momento de cada gol que hacía y tengo la suerte de haber jugado en grandes equipos del cual siempre dejé una linda historia y bueno. Todos tienen un significado importante para mí y del cual disfruté mucho. عايز ارجع بيك للزمن ورا شويه. في كاس العالم 2018 اول ماتش في دور المجموعات كان ضد منتخب مصر، انا كنت في الاستاد وكنت بتفرج، وعايز اعرف تجربتك انت ضد المنتخب المصري. شفت المنتخب عامل ازاي، وخاصه محمد الشناوي الحارس المرمى بتاعنا اللي خد مان اوف ذا ماتش برغم ان انتوا كسبتوا في اخر الدقائق. التاتواج acá de mi mujer y después acá yo tenía el tatuaje de mi hija, la primera hija que nació. ده اخر في الترجمه.